مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح. بس لأنه عندنا مشكلة شوي صغيرة كنا عم نضحك قبل الهواء. طيب اليوم حلقة مميزة وببي يلي رح تتضمن افتتاح مهرجان بيروت السينمائي بدورته 16، وأيضا تقرير حول أزمة النفايات اللي كمان عن جد بعد ما انتهت فصولها للأسف. أما ضيوفنا لليوم فهن نادا دوماني مديرة الاتصالات والإعلام بالهيئة الملكية الأردنية، ومنها بنحكي أكثر عن مشاركتها بلجنة التحكيم ضمن مهرجان بيروت السينمائي. وضيفنا الثاني هو عامر مراد ممثل الجامعات البريطانية بالعالم العربي لنحكي معه عن معرض الجامعات البريطانية ببيروت. استثنائيا اليوم جوال نصر زميلتنا رح تاخذ اتصال من مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم في كثير استثناءات جوال. صباح الخير إليك ولكل يلي عم يتابعونا. رح ناخد اتصال من مصلحة الأرصاد الجوية مع الأستاذ غسان الطقش. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. كيفك اليوم؟ منيح بوجودك. منيح بوجودك. ايه ميرسي ميرسي. طيب لكن نحن عم نختم الأسبوع، كيف رح يكون الطقس وطقس كمان كم يوم الجايين؟ هلا بيكون الطقس مستقر على الحالة الشرقي المتوسط، ببلش يتقلب اعتبارا من فجر التنين. نعم. السبت بيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على محلي على المرتفعات دون تعديل درجات الحراره. الاحد بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط درجات الحراره على الجبال. نعم. وبيضل دون تعديل يسكر بدرجات الحراره على الساحل وبالداخل بالبحر. التنين غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحراره خاصه على الجبال. بتوقع تساقط شويه رزاز اعتبارا من الصبح بكير التنين. نعم. درجات الحراره قد ايه عم تكون؟ لليوم بين 19 و30 على الساحل، فوق الجبال لليوم بين 14 و23، اما بالارز بين 13 و22، بالداخل بالبقاع لليوم بين 12 و33. نعم. هلا الرياح السطحية جنوبية غربية لشمالية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. انكشاف الرؤية جيد على الساحل متوسط محلية على مرتفعات. رطوبة نسبية على الساحل بين 60 و80%. حل البحر معتدل، حرارة المياه 22 درجة. نعم. مئوية. اوكي. ساعة غروب الشمس 6:37، ساعة غروب الشمس 18 أو 14 دقيقة. اوكي. نحن بنتمنى لك ويك اند حلو، بكره بنرجع نحكيكم. ميرسي لك كمان. بون ويك اند. ميرسي. من احوال الطقس الى احوال السياسه ولمحه على ابرز العناوين اللي صدرت لليوم السبت 8 تشرين الاول. بداية جولتنا مع عناوين صحيفة النهار. استحقاقات تشرين تتسابق نحو الموعد. علي حسن خليل يؤكد من بكركي التوافق مع البطريرك على معظم الملفات. ضمن محليات النهار، ما هي أعداد المنتسبين إلى الأحزاب؟ 14 أذار تستعيد موقعها في الأيو ببيروت. أيضا ضمن عناوين النهار، واشنطن للتحقيق في جرائم حرب بحلب، وروسيا تهدد بالفيتو. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، روسيا تطالب بضمانات رئاسية وتفاهمات متبادلة. حزب الله يؤدي واجباته، أين الجنرال؟ روسيا تستكمل عدة المبارزة السورية. الإعصار ماثيو يبدأ بفقراء هايتي. وختاما بالسفير، الثنائية المسيحية أين أضرت بالجنرال وأين نفعت؟ من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، نوبل السلام تكرم سانتوس وتهمش تيموشيكو. منحت للرئيس الكولومبي على رغم رفض مواطنيه اتفاق سلام مع فارك. 1200 رسالة تكشف الوجه الخفي المرهف والرقيق لفرانسوا ميتيران. فرنسا تنتظر أوراق الرئيس العاشق. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل، واشنطن للتحقيق في جرائم حرب، وموسكو تحشد عسكريا. روسيا تلوح بسلاح الفيتو في مجلس الأمن، وفرنسا ترى مشروع قرارها حول سوريا لحظة حقيقة. فائزو الأيو في بيت الوسط. وبختم مع الصورة الرئيسية للمستقبل، وهي للرئيس الحريري متوسطا الطلاب الفائزين ببيت الوسط امبارح.
تابع معنا مين الأنوار. تيار المستقبل ينفي التركيز على مرشح محدد واستمرار التواصل بين بري وبكركي. كاري القصف الروسي والسوري يستدعي تحقيقا في جرائم حرب. وبختم بقلم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار، خيارات معركة حلب تغيير حسابات من. من الأنوار إلى اللواء، حلب تدمر أو حلب تدمر ومواجهة بين لافروف وكيري في مجلس الأمن. فيتو روسي بوجه المشروع الفرنسي والدوما لنشر قوات دائمة في سوريا. ترشيح عون يترنح وحزب الله لحوار مبادئ بين أمل والتيار الوطني. موفد بري في بكركي، السلة تحولت إلى تفاهمات والمستقبل ينفي الاتفاق السري مع الرابية. وبختم بقلم أحمد الغز، جنازة بيريز وشعوري بالحزن. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد، مصالحة بين بكركي وعين التيني والحريري يفرمل تسمية عون. رئيس كولومبيا يستحق نوبل للسلام ومعارضوه يهنئوه. وختاما بالبلد، هدنة حلب رهن القرار الأممي. بترجم العناوين صحيفة دايلي ستار، المزارعون مستعدون للموت من أجل محاصيلهم. روسيا تحت الضغط لوقف القصف على حلب. الرئيس الكولومبي يفوز بنوبل للسلام. وختاما، الطبقة السفلى من المتحف الوطني إلى الضوء أخيرا. أيضا بتابع مع الصحف الأجنبية وبترجم العناوين صحيفة لوريون لوجور، في الملف الرئاسي في بكركي الخطوة الأولى نحو خطورة الصفقة الرئاسية. أما في سوريا، ماذا تستطيع أمريكا فعله بعد الهجمات الروسية؟ في المتحف الوطني، فنون جنائزية كما لم ترونها من قبل. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق، بري للبطريرك، منمشي بيلي بريحكن. الحريري إلى القاهرة وأنقرة وباريس والرياض. أعفاء المضمونين من تكاليف أدوية أمراض السرطان. وبختم بقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق، رجل القرارات الصعبة. من الشرق إلى الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي للشرق الأوسط، الخيارات تشمل قصف مدرجات للقوات الجوية للنظام باستخدام كروز. البنتاغون يدرس ضربات محدودة في سوريا لا تحرج أوباما. قال إن حزب الله لا يريد رئيسا لأنه يملك القرار الاستراتيجي. جعجع للشرق الأوسط، إيران تستثمر في الفوضى اللبنانية. من الشرق الأوسط، ختام جولتنا بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية وبعنوان العريض لليوم، كلمة الفصل الرئاسية لم تصل. التحديات الاقتصادية للعهد الجديد. وأيضا بالجمهورية، لماذا لم تقل السعودية كلمتها بعد؟ هل تعلن وثيقة التفاهم بين المستقبل والتيار؟ وختاما، الصورة الرئيسية حملت عنوان روسيا تعزز وجودها في سوريا. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا، من بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال.